المسميات المناسبة مع طلب برسم ما. هذول ثلاث احتمالات دائما موجودة بالورقة الامتحانية. حتى الطالب إذا بده يرسم رسمي سؤال ارسم يتدرب على شو بده يعتمد؟ العلمية البسيطة. يعني مثلا أنا لما بقول إنه بدي مثلا قلب أوضح الأجواف، أجواف القلب، الأوعية الدموية التي تدخل، الأوعية الدموية التي تخرج، بمخطط بسيط. يعني لا يطلب من الطالب رسم فني، يطلب منه رسم علمي. نعم. الرسم أن تحقق المحتوى العلمي. ما يعني تكون بالدقة الفنية، لا بالدقة. المهم أنه ما يقع بالتناقض العلمي ويعرف كل مسمى يحطه بمكانه في المفهوم العلمي. نعم. نعم. ليس بالضرورة أن يكون يعني رسمي واضحة 100% أو أنه مثلا متناسقة، وإنما في معيار هو المفاهيم العلمية ووضوحها. يعني حتى نحن قصدي طبعا حتى نحن يعني طلابنا ما لازم يراكموا لآخر السنة الرسم. يعني نحن من بداية العام الدراسي لما الطالب عم بترافق دراسته مع الرسم وهو يرسم بشكل تخطيطي، وين المسميات الرئيسية اللي بالرسمة، رح يلاقي مع نهاية العام صار في عنده سهولة. صار بالعكس، يعني مجرد الرسم أحيانا بتذكره بالمعلومات العلمية اللي هو حافظها، فمن خلال المعلومات العلمية ممكن هو يجاوب على الرسم. الرسم رح يكون دقيقة، المسميات واضحة 100%، يمكن أن يطلب منه الرسم أو يمكن أنه يرسم. كلا الحالتين الرسوم رح تأدي وظيفتها بالكامل. بالنسبة لك وانت ذكرت عن وفاء خلال دراسة الطالب للدرس، ممكن أنه بالدراسة المرحلية ممكن هو يرسم فقرة معينة، وممكن أنه بنهاية الدرس كنوع من تقويم الذاتي أنه كمان هو يدرب حاله على الرسم، يدرب عليها يعني الرسمة. وممكن أحيانا أنه مثلا تجي رسمة سماه وهو يسميها، يعني مثلا بالبيت مثلا يصور ويجوز هو مثلا يعبي، فهو بياخذ كل الطرق اللي بحاول فيها يبسط الرسمة، والمعلومات العلمية تخدم الرسمة اللي هو موجودة فيها. طيب هلأ بعض الطلاب، بما أننا حصلنا هلأ بأن نخلص النصف الأول من الفصل الثاني، يمكن في منهم لسه ما بلش دراسة جدية للعلوم أو دراسة فعلية عن، فيمكن هلأ بيكونوا هني بلشوا اليوم او ممكن انه بالاسبوع القادم بالفترة القريبة القادمة، ممكن انه يصابوا بالاحباط بالخوف انه هلا انا بلحق مثلا ولا ما بلحق. شو بتقولي لهم هذول؟ كيف بتشجعيهم؟ شو بتوضحي لهم؟ الثقة بالناس. يعني ممكن تنظيم الوقت. ممكن يلحق تنظيم الوقت، اكيد ممكن يلحق. طبعا التنظيم بده يكون يومي ثم اسبوعي. التنظيم اليومي بداية الحصول على نوم كافي، معرفة الوقت المخصص والفعلي من أجل الدراسة. نعم. يعني بيحسب ساعات الدوام بالمدرسة، بيحسب ساعات النوم، بيحسب ساعات الأنشطة الأخرى، وبيبقى عنده وقت مخصص للدراسة. بده يحسب الوقت اللي هو بيقدر يدرس فيه، حساب الوقت وتوزيعه على المواضيع اللي بده يدرسها، والأهم إنه هو يحط أولويات. يعني مثلا أنا أول شيء عندي فترة الصبح، أنا بدي أدرس بهاي الفترة علوم. العلوم مادة شيقة تنحفظ بسرعة إذا كانت بالفترة الصباحية. الفترة المسائية مثلا بيكون ضغط وصعب، فصعب يكون في تركيز. حتى علميا أثبت أنه الذهن بيكون صافي فبيستقبل معلومات أكثر طبعا في الفترة الصباحية، ويركز أكثر أثناء الدراسة. كمان أنه يكون بعيد عن أي ملهيات، يعني الابتعاد عن الملهيات، على الأقل رنين الهاتف. تمام. هلأ كل الطلاب ما شاء الله عندهم هواتف ذكية وإلى آخرين. فأهم شيء يبعد عن الملهيات، رنين هاتف أو أصوات أطفال حواليه أو كذا. الابتعاد عن الملهيات وأخذ فترات من الراحة. تمام. أخذ فترات الراحة تنشط الدماغ، تعزز المعلومة، بيكون هو تنشيط كامل. نعم. ومساعدة على التركيز وبدون. نعم. تعب. بالدقيقة الأخيرة وبأوجالي أنت وفاء، شو رسالة بتحب توجهيها لطلابنا؟ يعني أنا بحب هلأ طلابنا صرنا نحن مثل ما قالوا بالربع الثاني من الثالث من الفصل الثاني. الطالب بخلال يوم العطلة إذا كان هو طبعا عم بيشتغل بجد، كل ما درسنا درس جديد نرجع لدرس قديم. صح. حتى نحن نتذكر. حلو. المعلومة بيكون هيك وصل لنهاية العام هو وكتاب العلوم متأكد من الدراسة وفهمان الأسئلة، ما نتركها نجاوب عليها أسئلة الوحدة. إذا حبيتوا أنتوا حدا تستعينوا أنه يسمع لكم لتزداد ثقتكم بنفسكم أفضل بكثير،
ودائما نحن بنقول انه تنظيم الوقت وما هلا نحن يلي عم بيقول ما عاد لحق، لا بنقدر منلحق لما انت مثل ما ذكرت بايام العطله تراجع للدروس اللي اخذينها وتثابر على الدروس والتركيز والانتباه مع المدرس. اكيد الانتباه مع المدرس راح يعطيه حصيله لانه هو فهمان الدرس، بس عليه انه هو يراجع ويكرر الحفظ والفهم. اكيد هاي النصائح اللي توجهتوا فيها الانسي سيهام والانسي وفاء للطلاب اللي تقيدوا فيها لح مو بس انه يلحقوا المنهاج وانما لح يجيبوا العلامه الكامله. طبعا يبدا ان شاء الله ان شاء الله هذا هو وهي امنياتنا. لكن هو بالبدايه بحسوا ان الكتاب وهم لكن هو بسيط جدا. تمام انا بدي اتشكركم جزيل الشكر، يعني وصلنا لختام مادة اليوم من مادة العلوم كانت موجهة لطلبتنا في الصف التاسع الاساسي. الشكر لك الانسي وفاء العساف حضرتك موجهة اختصاصية في تربية ريف دمشق، وايضا الشكر لك الانسة سيهام تميم حضرتك مدرسة في تربية دمشق، والشكر الاكبر لكل من تابعنا ونتمنى التوفيق والنجاح لكل طلبتنا في الصف التاسع الاساسي. وتذكروا دائما ان دربكم معنا على التربوية السورية هو درب النجاح. دمتم بخير ونلتقي في ندوات قادمة. إلى اللقاء.